بالفيديو السابق سويت كيكة وزينتها بطريقتي، وسألتكم إذا حابين أسوي تصويتات وتختاروا كيف أزين الكيكة الجاية. للي ما شاف الفيديو اللي قبل راح أحط لكم الرابط في صندوق الوصف. أول تصويت نزلت لكم تختاروا فيه لون الكيكة، والأغلب اختار اللون الأبيض. أول شيء سويت سلايم نفس طريقة الفيديو اللي قبل، بس هذه المرة جبت سلايم شفاف بدون لون وكثرت معاه الثلج علشان يتماسك سلايم أكثر، فلما أحط طبقات على بعض إنه ما يتغير شكلها مرة. أول شيء جبت صحون بأحجام مختلفة وراح أوزع في كل واحد فيهم سلايم، وبعدين راح أقلبه وأضغط عليه لحد ما يطلع، وراح أسوي نفس الطريقة مع الكل. وثاني شيء سألتكم إيش أحط رمل على السلايم، فاخترت اللون الوردي. وثالث شيء اخترت أحط جليتر ذهبي. مرة حبيت النتيجة اللي طلعت معي لحد الآن. وثالث تصويت اخترت أنه أحط زينة على شكل توب. ورابع تصويت اخترت اللون الموافي للجليتر اللي شكله قريب من الترتل. وخامس شيء اخترت احط ورد الثلج، اتوقع اسمه زي كذا. وسادس شيء اخترت انه احط دوائر مع قطع سبرينكلز. وسابع شيء اخترته انه احط زينة ورد لونها بنفسجي. وثامن شيء اخترته انه احط جليتر احمر على شكل معين. نفخت علشان اقلل من كمية الزينة لانه حسيتها كثيرة شوي. وتاسع تصويت اخترت احط رقائق جليتر لونها ازرق. وعاشر تصويت اخترت انه احط زينة قلوب صغيرة. وتصويت رقم 11 اخترت احط سبرينكلز ملون. والتصويت رقم 12 اخترت احط اوريو لونه ابيض واسود. والتصويت قبل الاخير اخترت احط قرن يونيكورن. واخر تصويت سألتكم اذا حابين احط الورق الذهبي، والاغلب قالوا ايوه. مرحبا بنتيجة شكل الكيكة، اكتبوا لي في التعليقات إذا عجبتكم هذه الكيكة أكثر من اللي قبل.
وبس هاي نهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا فيديو لايك وسبسكرايب واكتبوا لي اقتراحاتكم في الفيديوهات الجاية. وباي.